بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أتقدم بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن. إن شاء الله يا رب العام الجاي يكون أفضل من العام هذا بإذن الله تعالى، ويحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ونهني الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين. أتقدم بأحر التهاني وطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكافة الأمة الإسلامية، وكل عام والجميع بألف خير. نهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله ربي ينعاد علينا بالصحة والسلامة يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير وكل سنة طيبين إن شاء الله. نهني الشعب الليبي وكافة الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله يعمل الخير على ليبيا كلها إن شاء الله والعالم الإسلامي أجمع. نهني الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ونعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد.